كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لا دمرت بتجربة الكاميرا الخفية ثلاث ولا أربع مرات ما كتكونش مبارك، ولكن يعني ملي كيعيطوا لك انت كضيف ما كتكونش معلوم، ولكن اكيد ماشي مفبركه من جهه الفنان، ولكن ما يمكنش تدير سيناريو محبك وتوجد اليات وتوجد ديكورات. يعني هذاك راه سيناريو، هذاك في الكونديكتور، هذاك راه يعني ان ديغولي اللي خاص تمشي عليه ليكيب تكنيك وكذلك ليكيب ارتستيك. فملي تنقولوا التحضير ربما في هذا الجانب، اما اللي كيكون يعني كيديروا ليه الكاميرا خفيه ما كنظنش انها كتكون في اخباره. سبق لي عملت كاميرا خفيه هذه سنوات طويله، وكانت يعني انا بالنسبه لي كانت حقيقيه، لكن من بعد اكتشف كنسمع بان بعض الفنانين اللي كي يعني كيكون في اخبارهم المقلب. انا ما عنديش شي حاجه صحيحه في بالي. يعني تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.